السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم جبت لكم دي الحشوه دي البيتزا او ميني بيتزا اللي كت يعني ديجا صوبت معكم هذه ميني بيتزا. شحال هذه راه تلقاوها عندي في القناه ديالي. دابا غنبدل لكم الحشوه. غناخد كميه من البصل، يعني انا خديت واحد يعني جوج بصلات كبار، يعني درت شويه زيت، يعني بصله شويه زيت شويه ملح ابزار شويه خرقوم فيه شويه على حسب اللون، والزعتر ضروري خاصها تشحر مزيان ونجهدوا العافيه تطيح، حيت لا خلينا العافيه قليله غتبقى تطلق لينا الماء بزاف. صافي نواصلوا التحريك هكا ونديروا العطريه كما قلنا اللي ذكرت لكم. صافي ونخليوها حتى تطيح. والزعتر معروف راه نسخنا فشي شي حاجه سخونه، على شي كانت كوكوت عندنا مطيبه نحطو فوقها، ولا فشي مقيله ولا شي حاجه، غير الصهد ديالو راه دغيا كيولي كيتفرت دغيا، يعني بين يدينا كيتحك كتحكي صافي تيولي مزيان. صافي ونزلو العطريه لي كيما لي قلت ليكم، شويه البزار وشويه الملح وشويه الخرقوم، يعني بلدي ولا خرقوم عرق كما تنقولو هنايا. صافي نخليوها تشحر تطيح. صافي نوصلو التحريك هكا حتى طيح مزيان. صافي عطوها الخاطر بشويه، حركوها باش الا كانت المقلة عندكم كتلصق ولا شي حاجه حركوها ما تدرسوش عليها من التحرك. صافي هاهي وجدات عندنا البصله. صافي نحيدوها ودابا نديرو الفلفله. صافي كيف العاده تاع هي غنديرو غير الزعتر، غنديرو غير الملحه والابزار وشويه الزيت. صافي ونخليوها تاني نخليوها حتى طيح ونحركو حتى هي، نحركو مزيان منغفلوش عليها حتى هي، لان حتى هي راه دغيا تحرق خاصها شويه ديال يعني كل مره تحركها بقى حداها ما تمشي بعيد، يعني اي حاجه اللي بغيتي تصاوبوها مزيان جلسوا حداها ما تخليوش يديروا حاجه اخرى. صافي خليوها حتى طيح حتى هي، حيدوها حتى هي ونديروا بلاصه الكفته. صافي الملحه وشويه البزار والزيت. صافي نخلطو حتى هي مزيان ونخليوه حتى طيب. شاد الكاميرا بيد وكنصاوب لكم بيد، حركت الشمزيه المهم تحيت عاد حركتها مزيان خليتها ساطاب في خطره. صافي وحطينا حتى هي على جنب. صافي دابا هنايا غنبدا نعمرو الميني بيتزا ديالنا. حنا ناخذ وقت لاصوص، يعني لاصوص غير شاريها، يعني ما درتهاش بقاش الوقت. ندهن شويه د مطيشه، يعني لاصوص مطيشه شري شويه غير خفيفه، ماشي متقلش بزاف، غير يعني غير تبقى خفيفه. كنديروا شي شويه ديال الجبن من تحت، يعني الفرماج يعني موتزاريلا. نقرب لكم الكاميرا باش يبان لكم. صافي كنوزعوه مزيان هكايا في الميني بيتزا. صافي كنديرو شي شويه البصله، اكيد ما احسن من اللي يعني واخا دير معلقه ما غاتجيكش مقاده، ضروري بليت كتصاوب تجي مزيان. هاد الحشوه راه كتجي زوينه وكتجي لذيذه، واخا ما كتشوفوش فيها يعني غير البصله، يعني غير البزار او الملح، يعني كتجي هائله. واللي عنده وهنايا فلفله حمراء وفلفله خضراء حتى هي شحرناها حتى هي كما شفتوا في البصل مع الزيت والملح والابزار. واللي عنده الهريسه يدير الهريسه حتى هي راه مزيانه، يعني كاين اللي كيبغي الحار يخلط لها مطيشه ويديرها حتى هي راه كتجي رائعه. صافي الزيتون هكا مقطع دواور كنزينوا به حتى هو. انا ما كاين اللي مبغاش يدير كفته يدير الطون، انا هي الطون يلاه يعني كنستعملو بزاف هاد النهار كنبدا ندير كفته. حتى الطون كيجي زوين. صافي شريوه ديال الزيت وحيدو منو داك الزيت ديالو، خليه صافي بخطره وفرتوه مزيان وصابوه بلاصه الكفته.
صافي كنعمرو هكا الكفته تاعنا من فوق مع الزيت فوق الزيتون، صافي كنعمروها مزيان صافي وكنديروا الفرماج. صافي ها البيتزا تاعنا واجده، انا قاعده طيحت على يدي ولكن ماشي مشكل، يعني غنواصلو هكا العمل حتى نكملو هذاك الشيء اللي عندنا كامل. عارفه دابا رمضان تيبغو داكشي بزاف، انا راه وليتكم غتسعد، انا راه صابت بزاف وضروري رمضان تيبغي مرة مني بطبوط مرة بيتزا مرة، يعني هاهما صابتهم دابا هادو كاملين هانتوما كيما شتو. دابا راه غندخلو الفران ان شاء الله وغنبداو نوريه ليكم في الطبق التقليم. هاهما البيتزا تاعنا واجدين كيجيو زوينين رائعين يعني لذاذ، وبالصحة والراحة ومتزاولناش من الاشتراك ومن جيم.